ما هي حقوق مندوبي السلامة وأعضاء لجان السلامة طبقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية؟ أن يكون له الحق في الوصول إلى كل الأطراف في مكان العمل، أن يكون قادرا على الاتصال مع جميع العاملين، الحماية من الطرد أو الإجراءات الأخرى التحذيرية كي يمارسون عملهم، أن يساهموا في عملية صناعة القرار في اللجنة، أن تكون لهم الحرية في الاتصال بجهات تطبيق القانون، أن يساهموا في التفاوض على أمور الصحة والسلامة داخل الشركة، أن يعطوا التدريب المناسب كي يكونوا مؤهلين، أن يعطوا الوقت المناسب لأداء وظائفهم المتعلقة بالصحة والسلامة. محتويات جدول أعمال لجنة السلامة: تسجيل الحضور وتوقيع التقرير الرسمي، متابعة البنود المقررة من الاجتماع السابق، دراسة تقارير وإحصائيات الحوادث الأخيرة، فحص تقارير التفتيش والتدقيق، الزيارات والتقارير الواردة من السلطات القانونية، التقارير الواردة من مندوبي العمال، الاقتراحات والشكاوى المقدمة من العمال، المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات، مراقبة فاعلية التدريب، مراقبة اتصالات السلامة، توفير حلقة للربط مع جهات تطبيق القانون، متابعة وتطوير أهداف وأغراض الصحة والسلامة، متابعة التغييرات الأخيرة في التشريعات المحلية أو سياسات الشركة، المكافآت والاحتفال الشهري بالصحة والسلامة، توفير خطة عمل بتوصيات. عوامل التأكد من فاعلية لجنة السلامة: ينبغي أن يتوفر أولاً العدد الصحيح وخليط أو مزيج الأعضاء، السلطة الكافية أو المناسبة، المعرفة والخبرة الكافية بتوفر أعضاء أكفاء في اللجنة، الاتصال الجيد بين الأعضاء، درجة مناسبة من الرسمية في وجود رئاسة فعالة للجنة، المساهمات المعلوماتية من المتخصصين من خارج اللجنة، تقييد المساهمات الفردية، تحديد الأولويات والاتفاق عليها، تجنب الأمور التافهة، الاجتماعات الاستباقية البروأكتيف والتفاعلية الرياكتيف، أن تكون محاضر الجلسات موثقة وموزعة على العمال، متابعة توصيات الاجتماعات الحالية والسابقة. أما اللجنة الغير فعالة لا يتوفر فيها هذه العوامل. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.